هذه التهنئة للعريس الغالي أمين محمد حسين غيدة، وهي مقدمة من عبد الله غيدة ويوسف بحنان وحسن غيدة وطارق بحنان ومجلي بحنان، وكما هي مقدمة من قناة بشار أحمد الرازحي، فألف ألف مبروك. يا حروفي وكنز المعاني زف يا الفل والياسمين، إلى العريس أنقول أغلى تهاني دام. حصريا على قناة بشار أحمد الرازحي للإنتاج والتوزيع الفني. Yeah.
قناة بشار أحمد الرازحي للإنتاج والتوزيع الفني.